امتى اقدر اشوف البيبي بالسونار؟ اقدر اشوف البيبي بالسونار عند الاسبوع السادس، يعني بعد اسبوعين من غياب اخر دورة شهرية، وده بيكون عن طريق الاشعة التلفزيونية المهبلية، مما لا يؤثر اطلاقا لا على البيبي ولا بيسبب الاجهاض. وده بيكون بالاشعة التلفزيونية ثنائية الابعاد لو كان الحمل طبيعي، اما لو كان عن طريق تنشيط تبويض او حقن مجهري فبيفضل ان يكون بثلاثي الابعاد عشان نتجنب ظهور توائم متعددة فيما بعد. كل التمنيات بحمل آمن وطفل سليم.